هيك دخلنا في جو ايطاليا عن جد. ويلكم تو ايطالي، يا ويلكم تو ايطالي. الغدا مرتين والعشاء مرتين اليوم. تكون الصراحه وين الفول والحمص والفلافل والكبده والتقطيع والبصاره والشكشوكه؟ الناس واقفه وقاعده بتاكل في نص الشارع. يلا 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 بيتزا 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 تام. يلا اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم احنا في مدينه ميلانو ايطاليا. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. قبل ما نبدأ الحلقة ملاحظة بس على السريع، أنا ضرباني حساسية، منخاري مسكر، عيني حمرة مش مفتح كتير، صوتي متغير، حالتي حالة، ما حدش يضحك علي لو سمحتوا، لو سمحتوا. بنضل إخوة يعني بالنهاية، بنضل إخوة والدنيا يوم لك يوم عليك. المهم حين فوت في الموضوع الأكل في إيطاليا، يعني أكيد أنا مش جاي على ميلانو عشان الأزياء والفاشن والمش عارف إيش، أنا جاي أكل من الآخر. لكن إيش جاي أكل؟ مطبخ الإيطالي يا إخوانا واحد من أقوى المطابخ في العالم. والله أنا بالنسبة لي في أوروبا كلياتها ما في مطبخ بوقف حتى جنب المطبخ الإيطالي، مطبخ متنوع اللي بفكر إيطاليا بس بيتزا وباستا بيكون غلطان غلطان غلطان. إيطاليا فيها تنوع كتير كبير في الوجبات إلا في شغلة واحدة، الفطور. للأسف الفطور الإيطالي هو إشي كتير بسيط، عبارة عن قهوة وكرواسو أو إشي زي هيك. فإحنا الحين بدنا نفوت ونبحر في المطبخ الإيطالي، لكن لازم نفطر بالبداية صح ولا؟ بس حتى لو كانت قهوة وكرواسو أشياء خفيفة زي هيك. يلا كرواسو واسبريسو، هذا بالضبط هو الفطور الايطالي. بس يعني هذا المكان عشان هيك يعني انه انا دورت على مكان كويس انه ما تكونش هيك كرواسو حاف، يعني اصلا كرواسو مش ايطاليه، وبعدين بسموها هنا بريوش او بريوشه شيء زي هيك، اللي هي الكرواسو هاي فيها من جوا هيزل نات شوكليت شغله زي هيك. فبس ومع قهوه وهي صباح الخير، هذا الفطور في ايطاليا يا جماعه. صح انها زاكيه هيك وخفيفه ما اختلفناش، بس وين الفطور يا اخوانا؟ الواحد بده وين الفول والحمص والفلافل والكبده والتقطيع والبصاره والشكشوكه؟ الواحد بده يفطر، الواحد بده يحس حاله انه انجز على من الصبح. لكن معلش بنعوضها، الغدا مرتين والعشاء مرتين اليوم عشان الفطور في ايطاليا كثير بسيط. مش اليوم، كل جولات ايطاليا هيك، الغدا مرتين ثلاثه والعشاء مرتين ثلاثه، والحلو اربع مرات كمان. المهم خلصنا فقره الفطور الايطالي البسيط من الليستة، الحين نفوت في الجد. يلا يلا يلا، اشياء كثير ورانا اليوم. يلا هيك دخلنا في جو ايطاليا عن جد. خبزه الفوكاتشا ريحتها لحالها حكايه، بس مش راح ابدا بالفوكاتشا لانه عندي هنا ريكو سال فوكاتشا. شو يعني ريكو سال فوكاتشا؟ في مدينه على الساحل، مدينه ايطاليه اسمها ريكو، بتعمل الفوكاتشا بطريقه مختلفه غير عن باقي المدن، لانه الفوكاتشا عندها بتكون محشيه بالجبنه، يعني جوا الفوكاتشا بيكون اول شيء عجينه، بعدين طبقه من الجبنه، بعدين عجينه مره ثانيه، شويه ملح وبتنحط، فبتطلع هيك شيء نحيف غير عن الفوكاتشا هاي. حسب نجي لها واحدة واحدة، خلينا أكل هاي لأنه لسه الحين طالعة طازة من الفرن فسخنة. كتير بتشبه شغلة، إيش كان اسمها؟ يمكن مطبق في السعودية بسموها مطبق، في المغرب بسموه إشي زي هيك برضو مسمن، برضو شبه اللي في تركيا اللي هي الجوزلمة، لأنه يعني عجينة كتير نحيفة وفيها بس جبنة من جوا، فهيك كتير بسيط. بعدين مخبوزة يعني كتير طالعة متحمصة زي كأنها مخبوزة على صاج، مع أنها مخبوزة في فرن بس لأنها كتير نحيفة فطالعة كتير بتقرمش. الحين يجي لو خبزة الفوكاتشا، أنا هون الفوكاتشا اللي عندي طبعا إلها كتير أنواع وأشكال، أنا هون الفوكاتشا اللي عندي بالبصل، بس بصل يعني خبزة وعليها بصل ومخبوزة، هذا كل الموضوع. أول ملاحظة، مش بس بصل، أنا آسف، في شغلة كتير 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 مهمة في هذا الموضوع اسمها زيت زيتون. يا جماعة طعم زيت الزيتون اللي فيها هو يستخدم أصلاً في كل المراحل في تحضيرها، من العجن للفرد للتريح، لكل إشي يستخدموا فيها زيت زيتون.
روعة. وبنحط بالأخير على الوجه كمان زيت زيتون كتير 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 طعمته قوية، وهي اللي هو اللي مخلي طعمة البصل كمان زاكي. تاني ملاحظة هو أنه هاي مش وجبة، مش شغلة أنه خبزة لازم أغمسها بشي ولا أكلها مع شيء تاني، هي هيك الناس بأكلوها زي هيك زي ما هي خبزة، سواء اللي بالبصل أو اللي بالأنواع التانية وبس. لما تكون ماشي في الحواري صغيرة في مدينة ميلانو قريب من ساحة الدومو، وفجأة تلاقي صارت زحمة هيك مرة واحدة، ناس واقفة وقاعدة بتاكل في نص الشارع، وزحمة وطوابير وفي سيكوريتي على باب محل، اعرف انك وصلت عند مخبز اسمه لويني، واحد من اقدم المخابز هنا في مدينة ميلانو من 1800 وشغلة شغال. المخبز بيعمل كتير اشياء، لكن انا جاي عشان شغلة اسمها بانزيروتو. بانزيروتو هي بانزيروتو قدامي هيها. البانزيروتو هي عبارة عن عجينة، عجينة عادية مخبوزة طرية جدا جدا، لكن ايش في جواها هاي اللي انا طالبها؟ جبنة موتزاريلا وطماطم. شو الاشي زاكي اللي ما كانش على الخطة هذا؟ زاكي زاكي، وحشوتها حشوتها زاكي، يعني الطماطم مع الموتزاريلا هيك داخلين في بعض ودايبين بطريقة، والخبزة برضو خفيفة طرية بتقرمش من برا. اخي احلى شعور عندي لما اكون ماشي عندي جدول للأكل اللي بدي أكله في اليوم، لكن فجأة هيك ألاقي شغلة هيك زحمة طوابير، الناس واقفة على مكان، اتلخبط لي الجدول كله، ما عندي مشكلة لازم أكل منها. اللي بعده اللي بعده. المكان اللي بدي أروح عليه مكان بيعمل بيتزا كتير 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 مشهور صراحة، أنا عمري ما جربته، لكن كتير انتشرت صوره وفيديوهاته على السوشيال ميديا وعلى إنستغرام وإلى آخره. بيعمل بيتزا بالجبنة لكن بطريقة شوي مختلفة عن اللي الواحد متعود عليه في البيتزا الإيطالية. أول مرة بدي أجربه، سبونتيني بيتزا. خلينا نكون متفقين على شغلة، إنه هاي البيتزا مش هي البيتزا التقليدية الإيطالية اللي الواحد متعود مش الواحد متعود عليها للأسف، بالعكس أغلب الناس متعودين على هذا النوع، البيتزا السميكة أو البيتزا اللي بالطريقة الأمريكية، لكن البيتزا الإيطالية هي اللي راح نمخمخ عليها في آخر الحلقة، هي الشغل الصح، الشغل الهادي. هذه بتشبهها كثير في موضوع الحشوة أو مش الحشوة، التوبينج اللي عليها، يعني إيش مع إيش على البيتزا، صلصة طماطم وجبنة بس. لكن عجبني التكنيك اللي بيشتغلوا فيه صراحة. أول شغلة طبعا فرن حطب، ما فيش داعي نناقش إذا فرن حطب ولا لا في إيطاليا، إذا مش فرن حطب عيب 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 كبير. بعدين أعتقد لأنه العجينة سميكة، فصينية البيتزا في الفرن تنحط على الحطب دايركتلي في بعض الأوقات، دايركتلي على الحطب عشان برضو من تحت تتحمص. لما تستوي العجينة وتنفش بشيلوها من الفرن، بحطوا عليها الموتزاريلا اللي هي طبقات الجبنة، بعدين برجعوا يحطوها على الفرن مرة تانية، فحتى طبخها شوي مختلف. لا يا خلنا حكينا كتير عنها، خلينا ندوقها. يعني جبنة، يعني لا جبنة جبنة، بتحس إنه جبنة عن جد. بعدين حلاوتها مش كتير مطبوخة، يعني لو حاطين الجبنة من البداية كان كتير الجبنة طبخت وصارت تعلك وكذا، لا بالعكس هاي لأنها محطوطة في نص الطريق فصارت دايبة هيك الطريقة حلوة. تكون صراحة الصراحة زاكي زاكي يعني مش أزكى بيتزا في العالم ولا أزكى بيتزا في إيطاليا ولا البيتزا اللي يعني بتخلي الواحد ينجن، لكنها ظريفة هيك يعني بس. وزي ما حكينا حتى مش هاي البيتزا الإيطالية التقليدية، رح ناكلها هديك بعدين، لا في العجينة تبعتها ولا حتى في الحجم والقصة تبعتها. يا جماعة أنا طالب هذا الحجم الصغير أو هذا الحجم النورمال الريجولر الطبيعي تبعهم، وشوف ما شاء الله وجبة لشخصين، فعلا الناس واقفين شخصين عشان يأكلوا قطعة واحدة. المهم خلصناها ونروح على اللي بعديها. أحلى شيء في سبونتيني إنه الواحد بيطلع من المحل بيمشي تقريباً 10 ل15 خطوة، فجأة بلاقي حاله واقف في طابور طويل. هذا الطابور يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى محل اسمه إيطاليان شوكليت، لا لحظة شوي، شوكليت إيطالياني بالضبط. شوكليت إيطالياني هو واحد من أشهر الأماكن اللي بتعمل جيلاتو الآيس كريم الإيطالي هنا في ميلانو، بيعملوا حلويات تانية كمان. أنا جربت المكان، وجهة نظري الشخصية مش أحسن مكان زاكي، الجيلاتو تبعته فعلا فعلا زاكية، بس مش أقوى مكان بيعمل جيلاتو في إيطاليا أو في ميلانو. يعني جماعة البلد هاي فيها أماكن بتعمل جيلاتو أقسم بالله بتخلي الواحد مخه يطير من عقله. المهم رح أوقف الطوابير بس مش عشان الجيلاتو، عشان بدي أكل شغلة تانية هيك بدي أجربها خفيفة ظريفة، بما أنه أنا يعني بديش أحلي خلاص، يعني لسه ما خلصتش الحلقة لسه في أكل كمان، بس ناخد هيك شغلة حلوة على السريع تسليكة ونضل مكملين. هاي هي هاي هي القطعة الفنية، هاي هاي الساحرة المستديرة، برجر بس مش برجر لحمة، اللي أحلى من اللحمة الشوكولاتة. يعني هي عبارة عن خبزة عادية بنحط فيها بتنحشى هيك الشوكولاتة، بتتسخن أول شيء بعدين بتنحشى الشوكولاتة عشان هيك. المهم المهم قبل ما تبرد، مش عارف شو الواحد بيحكي، يعني خبزة بس فيها شوكولاتة، الخبزة طرية طرية جدا. هذه بريوش، هذه أنا متأكد إنها بريوش، اللي هي الخبزة اللي الصفرة بتكون خفيفة كتير كتير، نسب البيض والزبدة فيها مختلفة، والشوكولاتة اللي مغرقاها من جوا، يعني هي خبزة تمتص الأشياء، فهي امتصت الشوكولاتة امتصاصا، بعدين تسوي فيها زي هيك شوكولاتة تطلع منها طلوعا.
اخوانا هاي كانت المفروض انه هيك بس تسليكه هيك حلو على السريع بس قبل ما ننسى لسه بدنا نتعشى. كيف حلقه ما فيهاش عشاء يعني؟ اخ ايش اللي قاعد بعمله في حالي، بدي بريك 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 وبنرجع اشوفكم على العشاء. ما كلناش بيتزا. كيف بدها تخلص الحلقه واحنا مش ماكلين بيتزا؟ صح لينا قبل هيك بس بدنا نتعشى بيتزا يا اخوانا بصيرش. طيب خلينا نكون بس عشان الواحد يكون واضح جدا، البيتزا اصلها هاي نابوليان بيتزا، اصلها مدينه نابولي، لكن اكيد ما راح نستنى لحد ما نزور مدينه نابولي عشان ناكلها في مدينتها الاصليه، خصوصا انه في ايطاليا في كتير اماكن في كل مدينه وخصوصا حتى في ميلان في اماكن بتعمل النابوليان بيتزا بطريقه بتجنن. انا ماكل في اكثر من مكان قبل هيك، روعه. لكن الحين جينا على مكان متخصص في النابوليان بيتزا واصل المطعم من نابولي، فهو له افرع اصلا حتى في نابولي وفتح بعد هيك فرع في ميلان، فاسمه نابولي اي ميلانو، يعني فرع ميلانو بيعمل النابوليان بيتزا بالطريقه التقليديه جدا، الفرن هذا المزركش اللي على الحطب البيتزا. يلا 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 بيتزا 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 تاني يلا. حلوت الحلقه، حلوت كثير. لا مش بس حلوت، بديت اشم، يعني حاسه الشم هذه من الصبح ملغيه عندي، الحين بديت استوعب الموضوع. طبعا من وين نبدا؟ من المارغريتا العاديه ولا من المش المارغريتا العاديه اللي هي فيها باذنجان؟ هذا كل اللي بعرفه عنها انه فيها باذنجان. طبعا انا لما اشوف باذنجان على شغلي خلص بطلبها على طول. كيف ايش اسوي؟ لا بنحط هاي اول شيء هنا، بعدين بنحط هاي هنا. يا اخي انا بموت في الشغله اللي فيها هاي القحمشه هاي المحروقه. هاي ايش معناها؟ حكيناها طبعا باول مطعم بيتزا في الحلقه، انه اذا فرن بيتزا في ايطاليا مش على الحطب مشكله كبيره، يعني ما تاكلش منه، ما حدش بيقرب عليه. طبعا البيتزتين حتى يعني هاي هي ابسط بيتزا في ايطاليا، هاي اللي هي المارغريتا اللي هي عباره عن طماطم، صلصه طماطم وجبنه فقط، ولا عفوا وريحان، هذا البازل اللي هي الوان العلم الايطالي اللي هي ابيض واخضر واحمر. فوإلها قصة حلوة موضوع المارغريتا، الحين إحنا مش في صدد إنه أقعد أحكي قصص وقدامي بيتزا سخنة وبيتزا تانية راح تبرد كمان بعديها. هذه إيش اسمها؟ هاي اسمها بيتزا. ويلكم تو إيطالي، يا ويلكم تو إيطالي. هيها دخلناها إيطاليا الحين. أفران الكهرباء وأفران الغاز بتعطي هذه الألوان؟ لا والله. بعدين على فكرة الفرن قد إيه درجة حرارته، قد إيه حامي، إنه هاي البيتزا قد إيش أخذت عشان تستوي في الفرن؟ والله العظيم 40 ثانية بالضبط، هو دخلها من هون بعدين لفها شوي بعدين طلعها. بقول له خلص، بقول لي خلص 40 ثانية، درجة حرارة كتير عالية من فرن معبى ريحة، الفرن نفسه نفسك تروح تتربع وتقعد جوا الفرن عقد ما ريحته حلوة. قبل ما البيتزا الثانية تبرد، تغيير تكتيكي بس. طبعا البيتزا في ايطاليا ما بتيجي مقطعه، انت لا ولا بتيجي مع قطعه البيتزا هاي، على فكره اختراع امريكي، بدك تقعد تقطع بالشوكه بالسكينه بايديك زي ما انا قاعد بسوي، بس بدك تدبر حالك. هاي البيتزا ما فيها صلصه طماطم، فيها باذنجان، فيها جبنه وفيها الريحان، مش جبنه موتزاريلا بس، فيها جبنه ريكوتا، هاي الجبنه المالحه هيك الزاكيه مع الباذنجان مسويه هناك، عارفين وين هناك؟ هي هيك ريكوتا وباذنجان في بيتزا وفي فرن حطب هناك صايره. والله ويلكم تو ايطالي، يا اهلا وسهلا. دخلنا في الجو، نهاية الحلقة الأولى بس دخلنا في الجو، دخلنا في الجو كويس. ترى على فكرة بس هيك يعني على جنب، ميلانو مش أقوى دولة في إيطاليا، مش أقوى مدينة في إيطاليا في موضوع الأكل، لكنها مدينة معروفة، مدينة سياحية، مدينة تجارية، مدينة اقتصادية، مدينة حتى مشهورة كثير بالفاشن وبهاي الأشياء، الناس بتيجي عليها، بالرياضة كمان، فالناس بتيجي عليها كثير، فمهم جدا إنه نعرف إيش وين الواحد ياكل في مدينة ميلانو. المهم خلصنا جولتنا السريعة اليوم، خلصت الحلقة، نشوفكم الحلقة الجاي، مكان جديد وأكل جديد، سلام.